قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم إلغاء الأحكام التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق الناخب الوطني وليد الرجراجي. عارفين شنو كيتسنانا المسؤوليه اللي تابعنا الشعب المغربي واش كيتسنى المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطيو واحد الثقه وواحد الدعم للاعبين. السلام عليكم. اليوم غادي تنطلق دور 16 كاس افريقيا دور الثمن اللي عطانا مواجهات كبيره بحال المواجهه ديال غانا كونتر الكاميرون المواجهه ديال السنغال كونتر الكوت ديفوار البلد المنظم وهذه النسخه صراحه عطاتنا بزاف ديال المفاجات اللي هي كبيره خروج بزاف ديال المنتخبات اللي كانوا كيستاهلوا كانوا مرشحين على الورق انهم يديو الكاس والبلوغ ديال الكوت ديفوار اللي كلشي كيعرفوا كيفاش بلغ لهذا الدور هذا بهديه مقدمه من طرف المنتخب المغربي بالفوز ديالو الاخير على زامبيا. هذا الشيء كله غادي نطرقوا له غادي نشوفوا التوقع ديالي التوقع ديالكم حتى نتوما شكون اللي غادي يدوز الدور الربع النهائي من هاد 16 منتخب غادي يعطيونا 8 وغادي نتكلموا حتى على الايقاف ديال العقوبه ديال وليد الركراكي اللي غادي يكون حاضر ان شاء الله نهار الثلاث كونتر جنوب افريقيا. المهم ما تمشيو فين خليكم معنا دعمونا بلايك سبسكرايب جيم شيري الفيديو مع الاصدقاء ديالك ويلا نبداو. بالنسبه للايقاف ديال وليد الركراكي الغاو العقوبه اللي كانت عنده 4 الماتشات وجوج سورسي جوج موقوف التنفيذ ولكن الحمد لله ما بقات دابا حتى شي عقوبه. وليد الركراكي غادي يكون حاضر في الدكه ديال الاحتياط مع المنتخب المغربي كونتر جنوب افريقيا. شفنا وسمعنا حتى السيد رشيد بن محمود بعد المباراه ديال زامبيا وكيفاش قال لهم انكم تقريب مزيان وسمعت شنو وقع. احنا بالنسبه لينا عارفين انا شخصيا عارف شنو اللي وقع لانك متواجد باش نكون صريح جيني اللاعب هو اللي استفزنا وكما عرفتوا منه تكلم وقال كلام في الاخير جا التوقف. حنا تنحترموا الكاف على القرارات ديالها تيبقى انه عندنا طرق حتى حنا باش نعاود حتى حنا نقلبوا على الحق ديالنا ونسلكوا ذوك الطرق اللي تنظن انه الاتحاد المغربي ما يقصرش من الجهد ديالو لاعطاء وليد الركراكي الحق ديالو. يعني هذا الشيء كيبين ان الماتش باساليب عنصريه تجاه المدافع والقائد سوشيال بابا. بزاف منكم ولا بزاف ديال الناس غادي يقولوا ربما الكولاسه ولا التدخل ديال السي القجع. انا كنقول باللي الامور ربما عاديه غير هي تعطاتها اكثر من حقها وكانت الشوشره بزاف داكشي علاش وصل لحد حتى لهنا. ولكن القرار خرج والجامعه الملكيه المغربيه تفوقت ووليد الركراكي غادي يكون حاضر هذا هو الاساس. مبروك على وليد. مبروك علينا كاملين. المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطي واحد الثقه وواحد الدعم للاعبين. حنا عائله حنا خوت بعضياتنا نتمنوا ان شاء الله اللي كان في الملعب يقضي الغرض الاهم ونحقوا التاهل باذن الله. اما بالنسبه لدور 16 كما كتعرفوا كانوا عندنا 6 ديال المجموعات عطاونا 16 منتخب اللي تاهل دور الثمن النهائي وهاد 16 غادي يتاهل منهم 8 لدور الربع النهائي ومن دور الربع النهائي غادي يعطيونا 4 باش ندوزوا للنصف وغادي يعطيونا 2 اللي غادي يلعبوا في النهائي وشكون هو المنتخب اللي غادي يدي الكاس. بالنسبه للمنتخبات اللي دازوا لدور 16 هما غينيا الاستوائيه غينيا الكوت ديفوار السنغال الكاميرون نيجيريا مالي غينيا الاستوائيه ناميبيا جنوب افريقيا الكونغو الديمقراطيه والمغرب مصر موريتانيا. المجموعات المجموعه ا تاهلوا منها 3 ديال المنتخبات اللي هي غينيا الاستوائيه نيجيريا والكوت ديفوار. كيف ما قلت لكم السيناريو اللي تاهلت به الكوت ديفوار هو كان عندها 3 نقاط وتاهلت بالناقص يعني المنتخب المغربي اللي عطاه الهديه بعد الفوز ديالو على زامبيا. بعد الثانيه هذه تاهلوا منها غير جوج منتخبات اللي هما الراس الاخضر ومصر. المجموعه الثالثه تاهلوا منها 3 المنتخبات اللي هو السنغال تاهل بالعلامه الكامله يعني ربح جميع المباريات ديالو هو المنتخب الوحيد في هذا الكاس اللي ربح جميع المباريات ديالو ومعدنا والكاميرون وغينيا. اما بالنسبه للمجموعه دي اللي كان فيها الجزائر يعني الجزائر كان داخل لهذا الكاس مرشح على الورق باش يدوز وباش يتاهل وربما حتى باش يفوز بالكاس ولكن للاسف المنتخب الجزائري في هذه النسخه ما كانش هو المنتخب الجزائري ديال 2019 المنتخب اللي كنا كنتوقعوا منه انه غادي يعوض النسخه اللي دازت وخاصه انه تقريبا جميع التركيبه البشريه اللي كان كيلعب بها في 2019 اللي لعب فيها دابا وبقياده جمال بلماضي ولكن كان الخروج ديالو وتاهلوا 3 ديال المنتخبات منها اللي هي انغولا بوركينا فاسو والمنتخب العربي اللي تفوق على المنتخب الجزائري في اخر مباراه اللي هو المنتخب الموريتاني. اما بالنسبه للمجموعه او المجموعه الخامسه واللي هي كانت كتضم فيها المنتخب التونسي
وللاسف حتى هو تخسى وخرج من خور المجموعات بجوج ديال النقاط. هذه المجموعات ثلاثه ديال المنتخبات اللي تاهلوا لدور 18 لدور 16 اولا لدور الثمون اللي هما مالي جنوب افريقيا اللي غادي يكون خصم المنتخب المغربي في المواجهه الجايه وناميبيا. اما بالنسبه للمجموعه اف او المجموعه السادسه اللي هي المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي واللي تاهلوا منها غير جوج منتخبات هما المنتخب المغربي والمنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه. بالنسبه للمواجهات والتوقع ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم شكون اللي غادي يقدر يدوز لدور الربع النهائي. الربع النهائي غادي يبداو بكل ماتش بوحدو وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يدوز من هذا الماتش. اولا كاين عندنا الماتش ديال انغولا ناميبيا، وبطبيعه الحال انا كنشوف انغولا افضل من ناميبيا، نكشعش غادي نعطي الانغولا هي اللي غادي تدوز. بالنسبه للمواجهه ديال غينيا الاستوائيه غينيا، انا كنقول باللي غينيا الاستوائيه هي اللي غادي تقدر تدوز. مصر الكونغو الديمقراطيه، صراحه هاد الماتش عجيب وغريب، هو ان التاهل والسيناريو اللي تاهلت به مصر ثلاثه النقاط ثلاثه الماتشات يعني بصعوبه، وكل شيء كيعرف ان الموزمبيق هي السبب وهي اللي عطات وخربقت الاوراق ديال كاس افريقيا في دور المجموعات، ولكن حتى الكونغو الديمقراطيه حتى هي تاهلت بثلاثه ديال النقاط من ثلاثه ديال الماتشات، داكشي علاش غتكون مواجهه صعيبه لا على المنتخب المصري ولا على المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه. وانا كنتوقع ان المنتخب العربي المصري هو اللي غادي يدوز مهد، هو اللي غادي يمر دور الربع النهائي. السنغال الكوت ديفوار، اصعب مواجهه كاينه ربما كنشوفها انا في هذا الدور ديال الثمن النهائي، ولكن كاينه الخبره وكاين عامل الارض والجمهور. الكوت ديفوار شفناه في هذا الكاس ربما اضعف منتخب كيستقبل شي تظاهره على الميدان ديالو. الصراحه المنتخب السنغالي كنشوفوه العكس تماما، هو من اصعب واقوى المنتخبات واللي جايه باغا تدافع على اللقب ديالها اللي داتو في اخر نسخه، ولكن انا كنتوقع المنتخب السنغالي غادي يفوز في هذه المباراه وخلكو ديفوار يحاول يصحح الاخطاء ديالو اللي داز عليه في دور المجموعات، ولكن الخبره والقوه ديال المنتخب السنغالي ما غتسمحش له باش غادي يتقساو. المواجهه الاخرى اللي صعيبه وقويه بزاف في هذا الكاس هي نيجيريا الكاميرون. نيجيريا الكاميرون مواجهه صعيبه، منتخبات كلاسيكيه قويه دائما كتعيد بالفرجه، ولكن الكاميرون اللي كنشوفوا دابا ماشي هي الكاميرون شحال هذه اللي كان عندها ايتو وكان عندها بزاف ديال النجوم سونغ والى ما ذلك، ولكن دابا كاينه نيجيريا اللي عندها قوه اوسيمين منتخب قوي، وخا حتى نيجيريا ماشي داك نيجيريا اللي كنعرفوا، ولكن على الاقل ان نيجيريا افضل، وعلى الورق نيجيريا حسن في دور المجموعات، نيجيريا ادات حسن من اللي اداتو الكاميرون، لان الكاميرون كيف ما عرفتوا السيناريو اللي داز به حتى الدقيقه 84 عاد سجلت البيت على غامبيا وتمكنت من الفوز عليها ب 3-2 ودازت للدور الثاني اللي هو دور اللي هو الدور هذا اللي غتلعبوا ديال دور اللي هو دور 16. كنقول انا نيجيريا غادي تفوز على الكاميرون وغدوز للدور الربع النهائي. الراس الاخضر موريتانيا، هذه صراحه منتخب عربي موريتاني كنوجهوا له التحيه بالوصول ديالو لدور 16، هو من المفاجات الكبيره ديال هذا الدور، ولكن الراس الاخضر شفناه متمرس، شفناه من المفاجات ديال هذا الكاس، صراحه ادى اقنع ابدع، داز هو الاولى من المجموعه ديالو، داكشي علاش كنرشح الراس الاخضر هو اللي غادي يدوز لدور الربع النهائي. مالي بوركينا فاسو، مواجهه متقاربه، مواجهه تقريبا الموازين فيها والكفات فيها متعادله، ولكن كاين واحد الامتياز طفيف للمنتخب مالي على حسب الراي الشخصي ديالي، كنقول انا مالي هو اللي غادي يدوز الدور الاخر. وبقات لنا المواجهه ديال المغرب جنوب افريقيا، وشكون اللي غادي يقول من غير المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يدوز الدور الاخر؟ بلا ما نقول لكم علاش، لان كاينه عناصر كبيره عند المنتخب الوطني المغربي، عندها تجربه والتمرس وتلعب في اعلى واعتى الدوريات الكبرى. اما بالنسبه لجنوب افريقيا فاغلب العناصر ديالها متكونه من فريق سان داونز، واغلب العناصر ديالها كتلعب يلاه في القاره الافريقيه، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش ان جنوب افريقيا ضعيف، لا بالعكس راهم ربحونا اخر ماتش لعبنا معاهم في التصفيات ديال كاس افريقيا كوت ديفوار 2023، داك الشيء علاش كنقول المواجهه غتكون صعيبه، ولكن كنتمنى الفوز ديال المنتخب المغربي والتاهل للدور ديال الربع النهائي ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش ان المفاجات راها غادي تقدر تكون في هذا الكاس وفي هذا الدور هذا بالضبط، دور الثمن النهائي، يعني ما تسمعوش غير المنتخبات القويه راه هي اللي غادي تفوز على المنتخبات اللي اضعف منها شي شويه، لا بالعكس المفاجات اللي كاينه في هذا الكان اللي شفناها في المجموعات راه تقدر تكمل معنا حتى الاخر والنهايه ديال الكاس. هذا الشيء اللي كنشوف انا في هذا الكاس هذا ديال كوت ديفوار راه نسخه لا مثيل لها، غادي نشوفوا انا متاكد غادي تكون شي مفاجات وحده اخرى وغيطلعوا لنا شي منتخبات قويه وغيطلعوا لنا شي منتخبات اللي يقدروا يوصلوا حتى النصف النهائي، وهذا الكلام هذا راني كنت قلته حتى في البدايه ديال الفيديوهات ديال كاس افريقيا قبل ما ينطلق كاس افريقيا، قلت لكم انا ربما غادي نشوفوا شي منتخب صغير يقدر يوصل حتى النصف النهائي ديال هذا الكاس.
داكشي علاش انا شفت الراس الاخضر كنتنبأ ان الراس الاخضر وغين هي الاستوائيه من المنتخبات اللي صعيبه واللي ما غاديش تكون واحد اللقمه سائغه لاي منتخب غادي يجي في طريقه ولو يكون منتخب سنغالي. كنظن انا على الاقل اما غينيا الاستوائيه او الراس الاخضر يقدروا يوصلوا حتى للنصف النهائي. هذا الكلام هذا كنسطر عليه بالاحمر وربما هذا غير توقع وكنتمنى من الله يكون الخير بالنسبه غير للمنتخب الوطني المغربي لان التركيز ديالنا على اسود الاطلس اللي كنتمنى لهم التوفيق في هذا الكان ولما لا يجيبوا لنا الكان من كوت ديفوار ان شاء الله. المهم انتم الاخوان شنو هو التوقع ديالكم بالنسبه للمنتخبات الثمانيه اللي غادي يكونوا في دور الربع النهائي ان شاء الله بحول الله. المهم ما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب جيم تشيري الفيديو مع الاصدقاء ديالك. تهلاو.